مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو جدا سهلة وسريعة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير. تتحضر بحوالي 5 دقايق فقط، ولضيوف الفجأة عن جد كتير كتير رائعة وحلوة. بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا كوبين حليب، يعني نص لتر حليب، 500 ملي حليب. عيرت بكوب المقاس الحليبات، بحط فوقن كاستر. حلو كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد معنا وقت أبدا بالتحضير. حطينا ملعقتين طعم كاستر، منحط سكر كمان، ملعقة ونص. حطيت ملعقة ونص طعم سكر، حركن شوي على البارد. برجع بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل، هلا بطفي الغاز. حطيت بالمقلاي نص ملعقة صغيرة زيت نباتي، بمسحهم بهيدا الشكل. كمان بحط بالمقلاي اوريو، صفهم بهيدا الشكل. خلط الكستر منيح، برجع وبحطن على الوجه. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ساعة صارت بهيدا الشكل. هلا بدنا نشيلها من المقلاي، نعملها بهيدي الطريقة عشان نتلزق عنا بالمقلاي. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.